ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه مع احد الاستشاريين في مجال زراعه الموالح الاستشاري عبد الشافي ضباب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يعني حضرتك احنا عارفين ان الموالح من الحاجات المحاصيل الاستراتيجيه اللي بتدر عائد كبير جدا من العمله الصعبه، وهي اصلا يعني زراعه مخصصه للتصدير. بنلاحظ السنه دي تراجع الكميات المنزرعه من البرتقال، والمتوقع ان الانتاج السنه دي برضه هيكون قليل، يعني قليل بنسب كبيره. خلينا نعرف من حضرتك الاسباب، هل في مرض جديد؟ هل في آفة جديدة؟ ولا في مشكلة احنا لازم يعني نحلها مع بعض؟ هو للأمانة ما فيش أمراض جديدة في مجال الموالح ولا آفات، ولكن هو انخفاض السعر في الثلاث أربع سنوات اللي فاتوا ده خلى المزارعين يبدأوا يقللوا في المصروف، لأن المصروف بيكون عالي، المصروف فدان الموالح، فبدأوا يخفضوا في التكاليف. التخفيض في التكاليف ده جه على حساب الانتاجيه بتاعه الفدان. بدل الفدان ما كان بيجيب من 25 ل 30 طن، اصبح بيجيب من 14 ل 15 17 طن. وطبعا الكواليتي بتاع المنتج النهائي قليله. سعر الموالح البرتقال الصيفي بقى له دلوقتي حوالي 3 سنوات ما بيتعداش الجنيه، جنيه و10 ساعه، وكان وصل 60 قرش للكيلو. طبعا ده لانخفاض كميه المصدره من البرتقال. انخفاض الاسعار هو اللي ادى لان الناس تقلل التكاليف بتاعتها، وبالتالي الانتاجيه انخفضت. لما نيجي لمجال الزراعات الجديده بتلاقي الناس ممكن تقلع مساحات من الموالح ويزرعوا عنب ويزرعوا حلويات، كل ده على حساب محصول الموالح. ده ادى لانخفاض كميه الموالح المنتجه، وبالتالي جودتها برضو بتكون اقل. يعني احنا في صدد مشكله تسويق كده، مشكله تسويق في الاساس. كان السبب الرئيسي فيها الغاء الدعم على للمصدرين بتوع الموالح. لما اتشال الدعم على المصدرين كان المصدر بياخد 55 دولار على الطن في التصدير، وبالتالي ده كان بيشجعه ان هو يصدر كميات اكبر من الموالح. حتى لو هو مش هيكسب في السعر التصدير بتاعه، فهو منتظر ان هو بياخد المبلغ اللي هو بتاع الدعم، بيحقق له مبلغ كويس. اعتقد يا فندم برضه 55 دولار مش مبلغ كبير قوي اللي يخلي النهارده المصدر يتراجع، يعني 55 دولار في الطن، يعني هو لو صدر 10 طن مثلا هياخد 500 دولار. لا، بيصدر فيه ناس بتوصل ل 120 الف طن في يعني اقل حاجه مثلا في المصدرين 15 16 الف طن، في ناس وصلت السنه دي ل 120 الف طن صادر. فلما بياخد 55 دولار على الطن في الاخر بيعمل مبالغ كبيره. طب خلينا اسال حضرتك برضه سؤال، اكيد البضاعه ذات الجوده العاليه بيكون الطلب عليها عالي، يبقى المفروض ان ما يحصلش عندنا ازمه في التصدير او تراجع في الكميات المصدره. نفهم بقى من كده ايه؟ يعني هل الجوده بتاعتنا قلت؟ هل احنا البرتقال بتاعنا ما عادش يعني مرغوب فيه عالميا، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو للاسف البرتقال في مصر بيتعامل معاملات سيئه كتير جدا. من اول استخدام المبيدات، طبعا دي ظاهره سيئه في مصر، كل الناس بتستخدم مبيدات بدون ما بترجع للمطلوب عالميا من المبيدات المسموح بها على الموالح. فبالتالي احنا بنستخدم مبيدات غير مسموحه، ده بيديني بيرفض بعض الشحنات وخاصه المصدره الى اوروبا وبعض الدول اللي بتحط حدود صعبه في استخدام المبيدات. الحاجه الثانيه عمليه من اول الجمع والتداول للبرتقاني، البرتقانه بتتعامل معامله سيئه جدا من بدايه القطف والنقل، والتعبئه في المحطات بتكون التعبئه في بعض الاحيان بتكون سيئه جدا، وكرتونه جودتها قليله، وبالتالي البرتقال لما بيوصل للعميل بيكون ذو جوده اقل. واحنا عندنا في مجال فيه منافسه شرسه في تصدير الموالح. عندنا في المنطقه بتاعتنا المغرب، وعندنا تركيا، وعندنا اسرائيل، وعندنا اسبانيا منافس شرس، وفي قلب اوروبا طبعا دي بتنافس منافسه شرسه جدا. فاذا كان احنا نحافظ على الجوده العاليه بتاعه البرتقال المصري، احنا في الحاله دي هنرجع بالبرتقال لمراحل كتيره زي بعض المحاصيل التصديريه اللي كانت عندنا لها ميزه عالميه، وحاليا دلوقتي ما عادش لها اي ميزه زي محصول القطن. خلاص ما عادش له اي ميزه تصديريه. فالموالح هي الحصان اللي احنا بنراهي بيه في الفتره اللي جايه في التصدير. طيب خلينا نسال حضرتك سؤال برضه، حضرتك قلت دلوقتي استخدام بعض الاسمده الممنوع استخدامها، المبيدات او الممنوع استخدامها. يعني نفهم من كده ان نوع المبيد نفسه هو اللي سيء، ولا اسلوب استخدام المبيد والتعامل معاه هو اللي غلط؟
لا، نوعية المبيد، المادة الفعالة اللي احنا بنستخدمها، كل دولة بتحط مواد انت بتستخدمها مسموح بيها عندها، وبالتالي انت مفروض بتشوف الاودكس مثلا بتاع الاتحاد الاوروبي هم سمحوا بيه على الموالح السنة دي، وانت بناء على اللي هو مسموح عندهم بتبدأ تستخدم المبيدات في المواعيد المحددة، عشان في النهاية خالص لما بيطلع رقم في التحليل، في نتيجة التحليل من مبيد معين، بيبقى يا هو مسموح بيه عندهم بالرقم دون، او انت استخدمه بمبيد مش مسموح اصلا. يعني احنا دلوقتي بنرجع بقى لمعاملات اللي هي ايه، مثلا المتبقيات متبقيات والبي المبيدات. اتش اي بتاع المبيد. لكن حضرتك، هل احنا عندنا في مصر مجموعه من المبيدات يعني الماده بتاعتها اصلا غلط انها تستخدم؟ في ناس كتير بتستخدم مواد زي مثلا ماده الكربون دازيم، ودي مزارعين كتير جدا بيستخدموها على الموالح، ودي ممنوعه عالميا. فيه مواد زي ماده الموسبلان، يعني مش مهم اسماء تحديدا، لكن احنا مهم نعرف برضه عشان النهارده في ناس، يعني مهم نعرف عشان في ناس النهارده قاعده بتصدر، وفي نفس الوقت كمان في مستهلكين مصريين عايزين يسمعوا. يعني هل احنا دلوقتي بنستخدم فعلا مبيدات ضاره بالصحه، ولا الموضوع عندنا خلل في اسلوب التعامل مع المبيد يعني، ولا ايه بالظبط يعني؟ لا، هو المفروض فيه مبيدات موصى بيها على كل محصول. انا التزم بالليست الموصى بيها على المحصول، يعني وخصوصا الموالح مش من المحاصيل. يعني المواد اللي حضرتك ذكرتها ديت ممكن استخدامها بشكل امن على محاصيل اخرى، على محاصيل اخرى، لكن مش على الموالح. مش ما على تعملش مشكله في محاصيل اخرى، ما تعملش زي المبيد الملاسيون، ممنوع على الموالح نهائيا للاسف. في لسه في ناس لكن مصرح بيه في حاجات تانية. مصرح هو عموما اتلغى عالميا، لكن احنا في مصر ما زلنا في بعض المزارع بتستخدمه. في بدائل كتيره موجوده وامنه جدا ونتائجها كويسه جدا، ممكن تستخدم، لكن هو الفكر بتاع المزارع ان هو المبيد ده هو اللي بيعطي افضل نتائج على ذوبه الفاكهه مثلا، وبالتالي بيستخدمه. لكنه في نفس الوقت هو بيضر في ان هو بيعيق التصدير، وبيرفض شحنات في التصدير. لا، واحنا كمان يهمنا صحه المواطن المصري بتاعنا، يعني احنا كمان يهمنا صحه المواطن المصري. واذا كان في خلل في استخدام المبيد، فادينا في مصر الزراعيه وعبر البرنامج بتاعنا بنحاول نفهم دايما ايه هو معامل بي اتش اي، ايه هي المتبقيات، ايه هو الاسلوب السليم للرش اللي ما بيأذيش المزارع ولا بيأذي البيئه ولا بيأذي الثمره. ولكن اذا كنا في صدد وجود بعض المواد اللي توقفوا في العالم بره عن استخدامها، يبقى احنا ان كده المفروض يكون بقى يعني كلامنا موجه للجهات الرقابيه بمنع تصنيع او استيراد مثل هذه المواد. ايوه اكيد. طيب خلينا نرجع بقى لموضوعنا تاني ونتكلم عن البرتقال الصيفي، صح كده؟ ونتكلم النهارده ونقول يعني هل الخلل النهارده اللي موجود في البرتقال الموسم ده كان نتيجه اهمال في بعض العناصر او اهمال في بعض المعاملات، صح كده؟ تمام. هو الانتاجيه السنه دي عموما منخفضه على بالنسبه للبرتقال الصيفي واصناف النيف الكليه، وده راجع لسبب زي ما قلت لحضرتك، ان احنا في الفتره الاخيره بدانا نقصر في المصروف والصرف على المحصول. الحاجه الثانيه برضو، السنه دي مصر مرت بموجات حراره عاليه، وكان بيليها مباشره انخفاض شديد في درجه الحراره. ده كان بيزود التساقط في مرحله التساقط بتاعه الحبايه، فكان التساقط عالي جدا، وبالتالي المحصول اللي هو استنى على الشجره قليل. طبعا في ليها معاملات خاصه المفروض احنا بنتلاشاها الى حد ما لما ما نخليش. خلينا طيب نعرف من حضرتك برضو ايه هي اهم الاخطاء اللي عملوها المزارعين في الفترة اللي فاتت اللي طلعت بيها النهاردة بقى لقلة الانتاجية ديت. ما انا بقول لحضرتك، هو طبعا شجرة الموالح من المحاصيل اللي انت سهل جدا ان انت تخليها كويسة وباقل التكاليف، بس لابد يكون في استمرارية في ان انت تدي الشجرة احتياجاتها، احتياجاتها من العناصر الغذائية واحتياجاتها المائية. طبعا احتياجات المياه دي اهم شيء. فبيحصل في بعض الاوقات ان بيحصل عطش في مرحله العقد والتزهير، فده بيكون سبب رئيسي في ان انت بيكون محصولك قليل. برضو التغذيه في المرحله دي لابد تكون في حدود مظبوطه، لان زياده النيتروجين في الفتره دي بتزود التساقط. نقص العناصر برضو بيعمل على زياده نقص الحديد، المغنيسيوم، كل العناصر دي بتكون حاجات محددة للمحصول. لازم برضو يكون في تحكم في عملية التأليم نفسها للشجرة، عشان تقدر تاخد مجموع خضر كويس متوازن، تقدر الشجرة بناء عليه تشيل محصول كويس.
يعني بنشيل النموات اللي في قلب الشجره باستمرار. ده المفروض ده نقوم بيه في الوقت ده من السنه ولا ده دي في مراحل سابقه؟ في, 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 في مرحله متقدمه عشان تخدمني لمرحله بعد، يعني المفروض المحصول اللي موجود يعني اللي ما قلمش كويس الفتره اللي فاتت هيدفع الثمن دلوقتي، اللي ما غذاش كويس هيدفع الثمن في الفتره ديت، اللي اهمل في يعني في الري وعطش في وقت التزهير والعقد طبعا هيدفع ثمنه دلوقتي. جميل، يعني دي الاخطاء اللي فاتت صح كده؟ طيب خلينا نتكلم بقى في الاخطاء اللي دلوقتي، يعني دلوقتي عايزين نلحق بقى محصولنا السنه دي باذن الله عشان برضه نلحق الموسم التصديري، يعني ما نخرجش كده بكفايه حنين. يعني ان شاء الله الموسم هيكون كويس، والاسعار يعني انا بشر المزارعين الاسعار السنه دي من المحتمل ان تكون كويسه جدا كاسعار لمحصول الموالح. برضو احنا ممكن نلحق المحصول للسنه اللي جايه بقى، لان احنا بنعد الشجره السنه دي عشان ناخد محصول السنه الجايه. المحصول اللي موجود على الشجره دول ده بيبقى موجود على دفعه نموات خرجت في نهايه اغسطس السنه اللي فاتت اللي هي دفعه الخريف. لو هي كانت دفعه كويسه جدا وناضجه ومتغذيه كويس ومفيش نقص عناصر، بالتالي بيكون محصولك للسنه الثانيه بيكون محصول متوازن ومحصول اقتصادي وجودته بتكون كويسه. جميل.